شرعية أصلية في القرآن، يعني حتى مش في السنة، لا ده كلام واقع في القرآن الكريم وهي قاعدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى التعدد في حد ذاته مباح. مش يعني حرام؟ إيه مباح؟ طبعا. يعني زيه زي أنت جعان هتاكل، مش جعان وكلت يبقى دي طفاصة وهيجي لك تخمة ويحصل لك مشكلة مضاعفات. كذلك الأمر في المجتمع، اللي ما عندوش يعني الحاح في مسألة الزوجة التانية هو بيفسد المجتمع أكتر ما بيه، وفاهم ومدرك شروطها إزاي وأهدافها. مش لنفسه بس، ما هو برضو أنا ممكن يكون مش لنفسي، أنا مش بخدم نفسي أحيانا، أنا مش بخدم نفسي أحيانا بخدم طرف تاني. يعني اللي راح شاف واحدة أرملة قاعدة على أيتام وملهاش حد بيعولها ومش عارف يدخل عليها عشان ياخد باله من الأيتام ويربيهم، وهو ملوش ضرورة ملحة في الزواج، ده أمر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. وعدد، ما هنا نحن نشكر المجتمع يشكره لأنه قضى على مشكلة في المجتمع، ده فهم عام للدين ولنصوص الدين مش على هوايه. بالظبط، ومهم جدا توضيح التفاصيل. ربنا يحفظك يا رب. احنا معانا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام يوسف، اتفضلي. الحمد لله. عندي سؤالين بس للشيخ. اتفضلي. اول سؤال، انا عايزه اعرف الظهر والعصر والمغرب والعشاء كم ركعه، والشيخ يدعي لي ان ربنا يثبتني واصلي، نفسي اصلي بصلي وبقطع، وربنا يشفي ابني عشان المية اتضايقت عليه تعبان قوي. والسؤال التاني، انا جوزي بيعمل العادة اللي هي السرية دي مع نفسه، وسمعته كذا مرة، ومرة قلت له يقول لي لا دي حاجة غصب عني. تمام. هي نفسي نفسي الشيخ يفيدني بيها لان نفسيتي تعبانة. تمام، شكرا يا ام يوسف، شكرا. انا ما سمعتش اي حاجة. طيب، احنا السؤال الاولاني كان عدد الركعات الصلاه، فهي الظهر والعصر، فهي الصبح الاول ركعتين، ركعتين اللي هم الصبح، وبعد كده اربع ركعات الظهر، واربع ركعات العصر، وثلاث ركعات المغرب، واربع ركعات في العشاء، دي الفريضه. هو طبعا امر محزن ان حد يعني بيسال، واضح من سنها كبير والزوجه وبتاع، بس هي يعني بتحاول وربنا يعينها. فانا مش عارف ايه اللي خلاها، اللي خلال حد دلوقتي مش عارفه، هي متقطعه في الصلاه وبتقول بتحاول لسه من اول وجديد. فهنا طول ما هي طول ما فينا عمر، طول ما احنا عندنا ان شاء الله باذن الله امل في التوبه والتوبه في الفات، وتعوض بقى اللي فات، مهم التعويض. يعني الله يكرمك تكثري من صلاه النوافل بقى، يعني قبل الفجر بتصلي، قبل صلاه الصبح بتصلي ركعتين السنه، وقبل الظهر بتصلي اربع ركعات، وبعد الظهر اربع ركعات، وقبل العصر اربع ركعات، وقبل المغرب ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. يعني كتري من صلاه النوافل، وان كان لك نصيب يعني في وسط النهار او بالليل تصلي ركعات لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى ان يعوضك فيما فات يا رب العالمين. ربنا يثبتك يا رب العالمين.